هرجع لطارق، لانه احنا كنا قبل ما نبدا الفقره على طول عمالين بنتفرج على الميدان، وطارق قاعد عمال بيحكي على هو وامير على ذكريات هذا الميدان قبل 30/6. الميدان كان شكله ايه يا طارق قبل 30/6؟ الحقيقه انا بشكرك لانه يعني جبتنا في البقعه الاكثر ذكريات كانت على مدار سنوات، والذكريات دي الحقيقة يعني محفورة في كل مكان في ربوع هذا الميدان. الحقيقة مرينا بفترات كانت صعبة للغاية منذ أن سطى الإخوان على هذا الميدان. هذا الميدان كان بالأساس في شباب كان بيسعى للحرية، للديمقراطية، لوطن أفضل، ثم سطت، جات لحظات سطو جماعة الإخوان على هذا الميدان. وبتذكر أنه حتى في الذكرى الأولى 25 يناير كان في هذا الميدان كان حدث اشتباكات بين القوى المدنية وبين جماعة الإخوان اللي كانت مستمرة في محاولات السطو على أن توجه 25 يناير إلى إحراز مكتسبات في الانتخابات وفي القدرة على السطو على الدولة بالكامل. جماعة الإخوان الحقيقة كانت بتشعر أن ده زمن التمكين، وأنه دي لحظات اللي يعني حلموا من خلال عشرات السنوات أن يصلوا إلى مرحلة التمكين، والحقيقة أنه شهوة التمكين هي اللي قادتهم إلى سرعة وغباء لسرعة إسقاطهم. والحقيقة أنه سعيهم للحصول على الأغلبية في البرلمان ثم السعي لدخول انتخابات الرئاسية، ده كان مسامير اللي كانت وضعت في نعش جماعة الإخوان وأظهروا ظهرت حقيقتهم أمام الشعب المصري. الشعب المصري في هذا التوقيت كان جزء منه بينظر لجماعة الإخوان دي جماعة الناس بتوع ربنا اللي هيتقوا ربنا فينا، ويعني إذا ما تولوا الحكم هيؤدوا بشكل جيد وبالتالي مش هيكونوا عندهم فساد. فكان في حالة يعني صدمة شديدة أنهم عكس كل ذلك، وأنه دي مجرد أقنعة زائفة واستخدام الدين هو اللي دغدغة مشاعر البسطاء، وأنه هذه الجماعة بالأساس جماعة فاشية، يعني هي أكثر من يمارس ما هو ضد الدين وأكثر من يضر الدين وأكثر من يضر صورة الدين. فبالتالي كان السعي نحو أخوانة الدولة، سيطرة على مفاصلها، محاولة تصفية حتى الحركات الاحتجاجية في هذا التوقيت. والحقيقة هم استخدموا نوعين في التعامل مع الحركات الاحتجاجية والشباب، بالترغيب وبالترهيب. يعني عملية ترغيب كانت بتوزيع مناصب بمحاولات الرشوة في الحصول على مناصب سياسية، وإذا رفضت القوى الشبابية دي بتأتي مراحل الترهيب بقى بالتهديد بالاغتيال، بالتهديد بالتصفية. وده حصل لزملاء لينا مع سقوط الحسيني أبو ضيف، الشهيد حسيني أبو ضيف، في المظاهرة اللي كانت في محيط قصر الاتحادية. المشهد المرعب ان احنا امام دولة الميليشيات بحصار مدينة الانتاج الاعلامي من انصار ابو اسماعيل واعضاء جماعة الاخوان. بالمناسبة دي كانت كنت في يعني احد الليالي الحصار، كنت مدعو في حوار تلفزيوني في احدى القنوات، ومجرد ما العربية قربت يعني احد المحاصرين بص كده جوه العربية لقاني فقال هجوم، فيعني بدأت العملية التكسير العربية. لكن يعني السائق اللي كان موجود من قبل القناة كان يعني شاطر، فقدر انه يفلت من هذا الهجوم. ففكرة انه مصر تكون تحت حالة الحصار في مدينة الانتاج، في المحكمة الدستورية العليا، في محيط قصر الاتحادية الاعتداء على المتظاهرين، وفاكرين احنا موضوع جبنا نستو يا معفنين طبعا لما اعتدوا على المتظاهرين السلميين، ويعني قدروا انهم يجروا لاول مرة عمليات تحقيق على اسوار قصر الاتحادية، وده كان مشهد جلل لفكرة دولة الميليشيات. وانا بعتقد انهم كانوا يعني ذاهبين اكتر للسيناريو الدولة الايرانية، يعني هم كانوا في الاول بيحاولوا ينقلوا التجربة الأردوغانية، لكن هم بعد كده مالوا أكتر دولة الإرشاد على طول، مالوا أكتر لفكرة المرشد الأعلى ورئيس الدولة اللي بيأتي في مصاف أقل من المرشد الأعلى. فهم كانوا رايحين أكتر للدولة الإيرانية في الهياكل وفي الشكل، وكان عندهم بس سعي نحو مزيد من الوقت عشان بقى بناء الميليشيات العسكرية بشكل أكثر تطورا. هم كان عندهم إرهاصات لميليشيات، بس كانوا عايزين بقى يقدروا انهم يطوروا من تدريباتهم ومن تسليحهم، ودي كان العامل الوقت اللي كانوا بيلعبوا عليه عشان يقدروا يوصلوا للمرحلة بتاع
إما أن نحكم مصر أو نحرق مصر. هم رفعوا الشعار ده وكانوا بيسعوا لتنفيذه بمنتهى القوة، بس كان عامل الوقت هو اللي كانوا بيسعوا ليه. عشان كده احنا بنوضح لكتير من شركائنا الدوليين بعدها انه يعني انتوا ليه ما صبرتوش عشان تشيلوا الاخوان بالصناديق. فكنا بنقول لهم اولا لو بتتكلموا على عملية ديمقراطية، طب ما هو هتلر جيب الصندوق، يعني هتلر مثلا يعني جيب الصندوق فانتوا ليه شلتوا هتلر؟ طب ما هتلر بقى كان مشي هو كمان بالعملية الديمقراطية يعني. فبالتالي ده جزء. الجزء الثاني ان احنا لو كنا صبرنا كان الإخوان هيتمكنوا بشكل أكبر وهيكملوا مخططاتهم في بناء الميليشيات العسكرية، وده كان هيقود إلى محاولات الحرب الأهلية اللي هما كانوا بيسعوا ليه. والحقيقة الإخوان كانوا شكل أقذر من هتلر وموسوليني كمان يعني، وبالمناسبة الاتنين برضو كانوا جايين صندوق زي الإخوان بالظبط.